كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. مرحبا أعزائي طلبة خامس إعدادي، واليوم عندنا أسئلة في صفحة 49 في كتاب النشاط للقطعة الموجودة في صفحة 48. إذن هذه الأسئلة موجودة في صفحة 49. سؤال الأول: Where was the first mobile phone used and when؟ أين ومتى استخدم أول موبايل؟ It was used in Sweden in 1946. استخدم في السويد في عام 1946. 2. Why wasn't it very useful؟ لما لم يكون مفيدا؟ نقول It wasn't very useful. نعيد نفس الحكي، أو رأسا نجاوب نقول because. من يجي why؟ عادة الإجابة تكون because. Because it used the car battery. يستخدم بطارية السيارة. And after 6 calls، وبعد 6 مكالمات، the battery was flat، يهبط الباتري، فلذلك هو مش كان له فائدة. عكس طبعا الموبايلات الآن اللي البطاريات صغيرة وتستمر لساعات طويلة. English for you. 3. Which country has the most mobiles؟ China, India or Russia؟ أي بلد بموبايلات أكثر؟ الصين لو الهند لو روسيا؟ الجواب China has the most mobiles phones، أو نقدر نقول بس China، الصين. 4. And which of those three countries has the fewest mobiles؟ وأي واحد من ذن البلدان اللي هي الصين، تشاينا، إنديا، الهند وروسيا، بها أقل عدد من الموبايلات؟ الجواب إنديا has the fewest mobile phones. أو نقول فقط إنديا. إذن أكبر عدد من الموبايلات موجودة بالصين، باعتبار أن الصين يعني عدد سكانها أصلا كبير، أكثر من المليار، والهند أيضا عددها كبير ولكنها دولة فقيرة جدا. نقدر نقول هنا الإجابة السؤال الثالث تشاينا، والرابع إنديا فقط. 5. Why were mobile especially useful after the tsunami؟ Give two reasons. السؤال هو لماذا الموبايل كان مفيد خصوصا بعد التسونامي؟ اللي هي الموجات الهائلة من البحر واللي تسبب كوارث. أعطي سببين ليش هو مفيد بالكوارث مثل التسونامي. They were especially useful after the tsunami. أيضا ها قلنا كلها أقدر ما أقولها، أبدي من because. من يبدي السؤال بواي وأقول بسبب أو لأنه. Because rescue workers، عمال الإنقاذ، were able to trace people، يكونوا قادرين على تعقب الناس، وهاد موبايل فونز اللي عندهم موبايلات. And because people were able to get in touch with their loved ones even after landlines stopped working. والسبب الثاني انه الناس يقدرون يتواصلون get in touch، يتواصلون مع احبائهم حتى بعد انقطاع الهواتف الارضية، landlines، الهواتف الارضية اذا انقطعت يبقى هو يتصل بالناس اللي عندهم هاي الكارثة، اللي محاصرين مثلا او كذا، يصير على تواصل، يطمئن عليه ويندل ايضا مكانه وين، وكذلك عمال الانقاذ يتواصلون وياهم ويعرفون وين مكانهم ويروحون ينقذوهم. لذلك للموبايل له أهمية كبيرة. 6. السؤال الأخير: Why is it dangerous to use even a hands-free mobile when driving؟ لماذا من الخطر استخدام حتى الموبايلات اللي هي حرة اليدين when driving؟ يعني hands-free يعني تكون اليدين حرة، يعني يسوق بشكل طبيعي ولكن يضع السماعة من الموبايل يحطها على أذانه، يعني ما يمسكها بيده.
يعني لو كان يمسكها بيده أكيد في خطر، لأنه ما راح يمكن يسيطر. لكن هو يقول إيفن حتى وهو تارك الموبايل على جنب ويتكلم بالسماعة أيضا هنا خطورة. شنو السبب؟ الجواب إيفن حتى إن هاند فري موبايل فونز، حتى بالموبايلات اللي هي ما تمسكها باليد، ار دينجرس بيكوز، أيضا نفس الشيء نقدر نقول هاي البداية نذكرها أو نبدأ رأسا من كلمة بيكوز. الجواب بيكوز they prevent، لأنها تمنع the driver from concentrating on driving the car، لأنها تمنع الدرايفر السائق من التركيز على قيادة السيارة، يعني راح يلتهي بالكلام وما يركز على الطريق.